السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. راح أقدم لكم اليوم رحلة على محاكي الطيران مايكروسوفت فلايت سيموليتر 2020، والرحلة متوجهة من مطار الملك عبد العزيز الدولي إلى مطار أبها الدولي على ارتفاع 24,000 قدم على طيران خطوط ناس، والطائرة طراز إيرباص 320 نيو. أتمنى إذا أعجبكم هذا المقطع لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات ونشر القناة لمحبي محاكي الطيران. يلا بسم الله، خلونا نبدأ. طبعا الطائرة الآن بوضع الكولدن دارك. نبدأ بإجراءات التشغيل. أولا نشغل باتري 1 باتري 2 أون، نروح على الاكسترنال باور أون، نروح على الـ IDRS ونفعل سويتش 1 سويتش 2 سويتش 3، يكون على الناف يعمل ألايم يعطينا الأيرس. نروح على الباك نخص هذه كلها الكونديشن، كابن كوب كيت والفورورد كابن والافتر كابن، كراو سبلاي اون، امرجنسي لايت اون، نو سموكينج اون، والناف اون لايت، والستروب اون اوتو. طيب الان نرفع الاضاءة في المنطقة هذه، هنا اضاءة الشاشات ديسبلاي. طيب نحدد هنا الالتيتيود 14,000 قدم، من بعدها ان شاء الله نغير. كذلك نحدد الالتيميتر 1012 ونشغل الفلايت دايركتور. بعد ال 14,000 قدم نحول على 24,000 قدم تحليق النهائي. نقلق الكوبكت دور، نرفع الاضاءة في هذه المنطقة، نروح على جهاز الـ FMS، ندخل بيانات الرحلة مع الروت. طيب الحين نروح على صفحة الـ Init والـ Cost Index 30، ونحط الـ Cruise 240 هي 24,000 قدم، نعطي align الايرس confirm. طيب نروح على صفحة الاحمال والوقود، نحط الوقود هنا. طبعا هذه البيانات ماخذها من موقع السمبريف، كذلك الوزن بايلود الطائرة، وزن الحمل الطائرة. فالآن عندنا وقود 6200 كيلوغرام. طيب هنا 0 فول ويت، كذلك عندنا الوقود 6.2. نروح على صفحة بيفورمانس فلاب 1 والفليكس 68 degrees، والفي 2 والفي ار والفي 1. طبعا تضغط على الزرار هذول يعطيك اللي هو السرعات، سرعة تيك اوف. طبعا هذا طبعا هي سرعة هنا، وهنا ترانزيشن التيتيود 13,000 قدم. يبدأ هنا يحول الالتيميتر الى ستاندر. شريك الفلايت بلان، طبعا خلاص الحين تفعل الايرس، خليه على بلان. شغلنا تريم رادار على شاشة الاوفيسر بايلوت، وهنا نبدأ نشوف المسار من الإقلاع إلى الهبوط. طيب نخليه على التيكاس، وهنا نفعل اللي هو
رادار الطقس. طيب نشغل الابيو ماستر، نشيك على تيست ابيو الفاير، تيست ابيو، استنى يعطينا فلاب اوبن، بعدها نضغط على ابيو ستارت. هنا تشيك على الكارغو كذلك، هنا تشيك الإنارة، هنا ما في شيء، موالع، كلها والعات الإنارة. طيب الحين نستنى أن الإبيو خلاص يشتغل. طيب نستنى الآن لين يرتفع إلى 100. طيب نشغل الـ AP Bleed، الـ External Power Off، والـ Tank Pump الـ Right والـ Left On. هنا الـ Push Back Helper نستخدمها بعملية دفع الطائرة. مجرد اني معطيه اكتيفيت تبدأ عربة الدفع بالعمل. طبعا البوش باك هيلبر تقدر تتحكم فيها اللي هو يمين او يسار. شغل سيت بيلت اون والبيكون اون، سبيد بريك اوف. تبدأ الآن عملية الدفع. نبدأ الآن بإجراءات تشغيل الإنجن. إنجن مود سيلكتر ستارت، إنجن تو اون. اشتغل المحرك رقم 2. سبيد بريك اون، خلاص هنا اعتبر افيلبل انجن 2. نبدأ تشغيل انجن 1. مجرد ما تعطيه زر اكتيفيت يبدأ توقف عملية الدفع البوش باك. خلاص ننتظر لين ما يكون افيلبل اللي هو انجن 1، نبدأ بالتحرك. نعمل على فلايت كنترول تشيك، اشتغل انجن 1. فلاب بوزيشن 1، سبيد بريك ارم، الفلاب بوزيشن 1، انجن مود سيلكتر نورمال. طفي الابيو بليد والابيو ماستر، نشغل تاكسي نوز اون والران واي، سبيد بريك اوف. خلاص الآن نبدأ التقدم إلى مدرج الإقلاع. طبعا اللي يشوف الطائرات اللي حركة الترافيك موجودة على البوابات وعلى الطائرة اللي نازلة هذه أو طالعة، ماني عارف،
طبعا لابد ان تنزل ملف عندك في المحاكي عشان تكون كل الصبغات موجودة شغالة معك، يعني بدال الصبغات الافتراضية هذه الموجودة. أعزائنا المسافرين، نستمع الآن إلى دعاء السفر، وهو من الأدعية التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سفره. Ladies and gentlemen, the text you are about to hear is a supplication which Prophet Muhammad, قبل أن peace ندخل be upon المدرج، him, used to pray upon traveling. عندنا إجراء خفيف. الله أكبر. الله أكبر. اللي هو شغل التايم. سبيد اوتو بريك ماكس كابل ريدي، ونعطيه زر الكمباير. اللهم انا نسألك في سفرنا هذا، كذلك سبيد بريك اوف، واللاندنج لايت الرايت والليفت اون، والوينك اون والستروب اون. واطوي عنا بعده، اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك بعد ما من نطلع على المدرج، تأكد أن السفر المدرج ما عليه طائرة جاية وقت اللاندنج أو وسوء المنقلب في المغرب. بالتقدم. Cabin crew, take your seats. Prepare for takeoff, please. Thank you. شغل التايم اللي هو وقت الرحلة. نبدأ نرفع الفلاب إلى أن نصل لفليكس 68. طبعا عندك في الإقلاع ممكن تكون على التوجا أو الفليكس حسب تحديدك. P1 في روتيت. عندك جير أب. رفعنا الفلاب، شغل الاوتو بايلوت، سبيد بريك نورمال، تبدأ الطائرة الآن بالتفاف اتباع مسار الرحلة. زي ما ظهر الحين معاكم الشاشة على جهة اليسار لي في ار، نشغل الثروتل كلايمب خليه على هذا المستوى. طيب الحين في مرحلة صعود 6000 قدم، تجاوز 6000 قدم. السيدات والسادة، نحن الآن في مرحلة الصعود للارتفاع النهائي للرحلة، برجاء البقاء في مقاعدكم مع ربط الأحزمة حتى يطفئ الكابتن إشارة ربط الأحزمة. Ladies and gentlemen, we are climbing to our cruise altitude. Please remain seated until the captain turns off the seatbelt sign. طيب الآن وصلنا إلى ارتفاع 10000 قدم، نطفي لايت لاندنج لايت الرايت والليفت اوف والوينج اوف والتاكسي اوف والرنوي اوف.
altimeter 1012. بعد ما نعدي 13000 قدم يبدأ يعطينا إشعار نخليه على ستاندر. وصلنا 13000 قدم، خليه الحين على ستاندر. طيب الحين نرفع الالتيتيود إلى مرحلة الكروز اللي هي 24000 قدم. تبدأ الطائرة الآن في مواصلة الصعود. طيب هذا مسار الرحلة وخريطة الرحلة كاملة زي ما تلاحظون. اللي ما عنده كان اشتراك بال نافيغراف ممكن يستعين بهذه. هنا يعلمك المسار. طبعا هذه الأزرار الآن مع التحديث الجديد أو التطوير الجديد كلها تقريبا تشتغل. خلاص الآن وصلنا إلى مرحلة الكروز، هي مرحلة التحليق 24000 قدم. أما إذا رغبتم في النوم لا يجرى تحزيز مقاعدكم فوق البطانية أو فوق الملابس. هذه الطائرة مجهزة بشبكة الهاتف النقال والإنترنت لمزيد من المعلومات. طيب نطفي سيت بيلت. كيفية الاتصال واستخدام هذه الخدمة رجاء الرجوع إلى مجلة تشريح القمر. However, we recommend to keep your seatbelt securely fastened at all times while seated in case of an expected turbulence. If you wish to sleep in the stern, please fasten your seatbelt over the top of your blanket or clothing. This aircraft is fully connected. اللي يعرف هذه المنطقة يكتب لي بالكومنت حنا وين فوق هذه الجبال. أهل الجغرافيا يلا نبي تحبونا بالكومنتات وين هذه الجبال فيه. اللي عنده معلومات عن هذه الجبال يذكر لنا بالكومنت.
في خاصية موجودة بالأوبشن لما تفعل الخرائط الفوتوغراف تبدأ تحدث معك في كل منطقة توصلها، يبدأ تحديث الرسوم عن طريق الأقمار الصناعية. يا سلام على المناظر الجميلة الصراحة، مناظر جدا خلابة. طيب هذا الشارت الرحلة اللي هو نجي على ارتفاع 10100، مطار أبها مرتفع. ترانزيشن التيتيود 13000 قدم. طيب نحدد هنا اللي هي نحدد بالالتيميتر 11500، ندخل بيانات الهبوط كيو ان اتش 1025 والتمبرتشر 15 degrees والرياح 200-14 knots، كذلك الارتفاع اللي هو 200. طبعا عند ارتفاع 200 هو الارتفاع المسموح لك انك تقدر تعمل بعده اللي هو تيك اوف وتعمل go around وترجع مرة ثانية تنزل تهبط. هي الكلمة اللي تسمعها minimum، بعدها يا تستمر يا ترجع مرة ثانية go around وترجع تهبط مرة ثانية. خلاص المرحلة اللي بعد السهم هذه زي ما تلاحظون بعدها نزل النزول التدريجي وصولا إلى 11500. لاحظوا السهم الآن بدأنا نقترب له، بدأنا نقرب للسهم. هي قبلها تبدأ تفعيل اللي هو الهبوط. طيب هذه الأماكن الجميلة كذلك اكتبوا لي بالكومنت وين وصلنا الحين. جبال بدأت خضراء الآن تغيرت، لاحظ القرى تحت. المرتفعات الجنوبية الآن على ارتفاع 24000 قدم. بدأنا بالنزول التدريجي نحط الفرتيكال سبيد 1500، يكون نزولنا بشكل خفيف. نفعل السيت بيلت اون، تلاحظ النزول بشكل يعني ممتاز.
الارتفاع الآن 18400. طيب هنا نحدد السرعة 247. كنا زون بشكل ما هي ذيك السرعة العالية. لاحظوا السرعة الآن في نزول. Vertical speed خلينا على 1000. وصلنا الحين تقريبا 14500. بدأنا نقترب من 11500 قدم. تقريبا وقت الرحلة 43 دقيقة.
سبيد نبدأ ننزل إلى 237. زي ما تلاحظون المنحنى الأخير شوي جامد، فلابد إنك السرعة تكون عندك منخفضة عشان الطائرة ما تطلع من المسار. فلابد إن تكون السرعة منخفضة، لا تكون السرعة عالية. خلي على 227. عشان الطائرة ما تفقد المسار. خلاص الحين نحطها على الالتيتيود، خلي على 10,100. طبعا هو راح يحافظ على نفس الارتفاعات دي 11,500 زي ما تلاحظون. كيف مسك المسار ما انحرف، كيف مسك المسار ما انحرفت الطائرة على المسار. راح تواصل إلى 11,500 إلى قبل النقطة الأخيرة، بعدها يكون فعلنا زر الأبروتش. هنا فعلنا الأيلس. طيب هنا متبقي 16 ديسيمال 2.2 مايل، وصول المدرج وتردد المطار 109.90. هنا الالتيتيود نسيناه، معلش، اللي هو 1012، راح نغيره إلى 1025. أنا كذاك البروتشن بعد نسيناه. راح نحول الحين الالتيميتر إلى 1025. حولنا إلى 1025. المفروض إن نفعلنا الالتيتيود إلى 13,000 قدم، بس نسينا معلش. الآن هنا تكون مرحلة التركيز فيها أكثر، إنك تنسى زرار أو تنسى شيء. فالأفضل تكون عندك نوت يعني على جنب معاك، تعمل تشيك ليست، فأنت تكون وضعك كذا بالسليم. طيب الـ Auto Brake Medium، زي ما تلاحظون ما شاء الله الجبال مكسوبة بالخضار والشوارع المائلة، منظر جميل ما شاء الله تبارك الله. طيب شغلنا الفلاب 1. Flap position 2. Speed brake arm. لاحظوا الحين السرعة بدأت تنزل. لاحظوا الآن بدأنا ننزل إلى 10,500. لاحظوا هذا المدرج، المطار أبها.
فعلنا زر الابروتش. خلاص وصلنا إلى 10500 flap position 3. شغل landing light والwing light. خلاص بدأنا نزول تدريجي تقريبا. flap position 4 أو full flap. landing gear down. cabin ready. runway on. taxi on. طائرة الآن باستقامة كاملة على المدرج. بعد تفعيل زر الأبروتش اقتربنا المدرج الآن. نفصل اللي هو اوتو بايلوت. كونتينيوس. حركة نزول الكاميرا هي اللي أخرتني عن النزول بالأول مدرج. فالأفضل أنك تكون بتركيزك عالي عالي جدا. طبعا نزلنا الآن. فلير لاندنج. ريفرس. يكون هنا الرياح عكسية تساعد على توقف الطائرة. الحمد لله على السلامة. الآن نطلع من المدرج وصولا إلى البوابات.
أعزائنا المسافرين، لسلامتكم أرجو التفكر بالبقاء في مقاعدكم وإبقاء أحزمة المقاعد مربوطة إلى حين إطفاء إشارة ربط الأحزمة. وشكرا. طفي اللاندنج لايت والوينج لايت، شغل الأبيو. شغل الأبيو ستارت. نبدأ برفع الفلاب، ما راح نحتاج الفلاب خلاص. الله نبدأ التوقف التام للطائرة، خلاص قريب نوصل لنهاية الخط. خلاص توقف تام للطائرة. شغل ابي بليد. انجن 2 اوف. انجن 1. انجن 1 اوف. في نهاية هذا المقطع لا يسعني الا ان اشكركم على حسن المشاهدة، واي تعليقات او استفسارات اكتبوها لي تحت في الكومنت وراح ارد عليها باذن الله. جميع الاضافات موجوده عندكم في الوصف كما عودتكم، واتمنى لكم في هذه السنه ان تكون سنه سعاده وخير لكم ولجميع من تحبون، واني اسال الله ان يبعد عنا وعنكم هذه الامراض ويكفينا واياكم شرها. نلتقي بكم في حلقات قادمه ان شاء الله. اذا اعجبكم المقطع لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعيل زر التنبيهات وعمل لايك ونشر القناه لمحبي محاكي الطيران. كان معكم اخوكم خالد، مع السلامه.